زين، واحدة من لقطات مباراة منتخبنا الوطني السيئة هي إصابة كيفن يعقوب، اللي بالتأكيد نتمنى له السلامة ويا رب يعود سريعا إلى الملاعب. كانت إصابة خطرة، بس هل يعقل منتخب وطني مسافر إلى إسبانيا معسكر وفي مباراة أمام منتخب عالمي تصنيفه 17 كولومبيا ينزل طبيب المنتخب المنافس هو يعالج لاعبنا؟ واردة هذه بكرة القدم؟ معسكر في إسبانيا ورايحين وفد القائمة ذا أشوفكم إياها لمنتخبنا لبعثة منتخب الوطني، شقد بيها ناس زايدة؟ يعني هل من المعقول رئيس اتحاد فرعي يروح لمعسكر إسبانيا نستفاد منه على حساب طبيب منتخب؟ أو الإداريين، تعال شوفوني قائمة الإداريين، شقد رايحين لإسبانيا؟ شنو فائدتكم بهذا المعسكر؟ لاعب منتخب وطني ينصاب ينزل طبيب المنتخب المنافس هو يعالجه ويشوف حالته الصحية؟ لهذه الدرجة وصلنا باستهزاء بسمعة منتخبنا وبوضعنا؟ شنو رئيس اتحاد فرعي أخذ وياي لمعسكر إسبانيا؟ شنو يطلع على واقع المعسكر؟ مع كل الاحترام لرؤساء الاتحادات الفرعية، شقد منهم من عددهم ال 18 بيهم لاعب كرة قدم ويعرف شنو الطوبة؟ شقد؟ واحدهم ما طاك صورة بشورت ومسوي الاجتماع مع السيد عدنان درجال رؤساء الاتحادات الفرعية ويناقشون شنو، مو شلون نطور كرة القدم، لا، تعال لازم تخلي بكل سفرة رئيس اتحاد فرعي سافر للمنتخب مع الوطني ومع الأولمبي ومع الشباب ومع الناشئين. هذا محور نقاشهم بالاجتماع. تعال يا عدنان درجال، اريد منك، ترى احنا صوات بالهيئة العامة ووراك انتخابات، مع كل سفرة للمنتخبات لازم اكو رئيس اتحاد فرعي، لازم شرط. وهنا المسؤول وراء انتخابات فمجبر ان يوافق على هيك قضية. وهكذا تدار الرياضة بلقطة كيفن يعقوب اللي طنياها شباب، خلي نشوفها، شوف مصيبتنا وين وصلت. طبيب المنتخب الكولومبي هو اللي ينزل ويعالج لاعب منتخبنا. ما اعرف شنو نعلق على هذه اللقطة كابتن. اعتقد عندنا الطبيب المرافق دكتور عبد الكريم الصفار هو المرافق للمنتخب الوطني. يعني يعقل ما مسافر مع الفريق، او يعني ربما الدكتور كان قريب من الإصابة. كابتن سؤال، انت عضو هيئة عامة؟ ايه بالاتحاد. بالاتحاد. زين، عندك معلومة شلون تدار الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات الفرعية؟ ما، لانه ما صار اجتماع هيئة عامة، الاجتماع مع الاتحادات الفرعية ما لي علاقة بها. زين، لكنه ما صار اجتماع هيئة عامة. منو سن هاي السنة انه لازم عضو الاتحاد الفرعي يساق رئيس اتحاد فرعي؟ اعتقد انه العدد كبير بالنسبة لرؤساء الاتحادات الفرعية وتأثيرهم كبير بالانتخابات، ربما يعني ضغط على الاتحاد فيوافقون على انه يسافر عضو من الاتحادات. واحد واصل مرحلة عضو هيئة عامة باتحاد كرة قدم يتقشمر بسفرة؟ لهالدرجة وصلنا؟ يعني كل انسان وطبيعته. كابتن حبيب، لا هو مو يتقشمر، لا شنو؟ بس يقول لك هذا استحقاق. شنو مسوي استحقاق؟ ايه هذا استحقاق، هو هيئة عامة ويطي صوت بس. ايه وش مسوي المرافقة رئيس؟ ترى يعني هسه هاي من وراء سقوط النظام هسه، هاي قبل ما موجودة فعلا، وكانوا يلومون بعض الاتحادات على نفس الشيء. ما موجودة بس من 2003 اللي جاي بدأت تصير. كل يعني رؤساء الاتحادات اللي جو من وراء 2003 لهسه كلهم نفس الشيء، ماكو تغيير. طيب هسه احنا حكينا وانا انتظر رد اي واحد من اعضاء الاتحاد، كلكم دون استثناء، بس تعال اقنعني، سفر رئيس اتحاد فرعي مع المنتخب الوطني شنو فائدته؟ فهم الشارع الرياضي، يقول له يا بخذنا رئيس اتحاد الفرعي مال انبار، وقبلها في كاس العالم بالارجنتين اخذنا رئيس اتحاد الفرعي مال كوت مال واسط وكل المحافظات، شنو فائدتهم بالسفر؟ شنو فائدتهم مع المنتخبات؟ شنو دورهم؟ ما اعرف. اخذ مدرب فني، اخذ محلل، عم اخذ نجم دولي، اخذ نجومنا، نجوم المنتخب، اقلها اللاعب يشوفه يتاثر به، شايفه بالملعب قدوه اليه، او لا تاخذون احد حتى لا تصير فتنه، لا تاخذون احد.
لا علي ياخذون مدرب، مشروع مدرب اخذه اخليه يدخل ويا معايشة والله صح ويا المدرب والله العظيم صح, صح. هو مو انا يعني مع احتراماتي يعني احنا اخذ انا ما استفاد منه صح لهم صح بس ارضي كهي عامه مفروض اخذ لي مدرب من مدربين الشباب انتم مو تردون تنجحون المدرب الشاب زجه خليه يشتغل ويا المدرب بس يقعد فوق يشوف خليه يشوف شلون يشتغل شلون يقود وحدات تدريبيه ما في شيء كابتن هاي علم هذا الخطا خو ما يمشي خطا يجر خطا لازم اكو تصحيح لازم اكو نقطه بدايه ما دام اكو انتخابات وما دام اكو ناس تمتلك العدد الاكبر من الاصوات لذلك يجب ان تراعي مصالحك قبل كل شيء لا حول الله وهاي احنا نبقى هذا حقيقه البلد يعني مو بس على الانتخابات وعلى اساليبها الرخيصه شنو هاي الانتخابات اللي تخليك تمشي اعوج انتخابات مو فقط كره قدم انتخابات البلد بصوره عامه تجري وفق هاي السياقات زين